وشفاء لما في الصدور. اللي قراها على الماء بالنية الصادقة الله تعالى يشفيه. وحنا نقراوها جميعا، كل واحد فينا اللي عنده شي مرض واللي عنده شي سقام واللي عنده شي علة يقراها بأمر الله وقوة الله وجلال الله كيجي الشفاء. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور. اللهم يا عفو يا غفور بحق الطور وكتاب المستور